متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في. جولة مسائية أو ليلية بإقليم تازة، أجواء عادية، جو بارد نوعا ما، لكن الحمد لله ما بقاش داك الأمطار الرعدية أو الطوفانية اللي خلفت خسائر أقول مادية وبشرية بمدينة الدار البيضاء. والسؤال ديال الحلقة والسؤال ديال هذه الجولة المسائية، شنو رأيكم في الأمطار الخير اللي غرقت الدار البيضاء كما كنقولوا، واللي خلات الدار البيضاء بركة مائية؟ متابعي قناة شوف تي في، شنو الرأي ديالكم في الأمطار اللي خلات الدار البيضاء بركة مائية؟ متابعي قناة شوف تي في، الكل شاف الأحداث ديال الدار البيضاء، والكل شاف غرق الدار البيضاء اللي بغينا نقولوا، فمن المسؤول على غرق العاصمة الاقتصادية؟ متابعي قناة شوف تي في، واش كاين تهاون من المسؤولين؟ واش كاين حس عدم وجود مسؤولية، او كانت امطار طوفانية رعدية امطار كثيرة اللي خلفت فيضانات وكان داكشي امور عادية؟ فبغينا نسمعوا منكم التعليقات ديالكم متتبعي قناة شوف تي في. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. فمرحبا بكم معنا. نجمة تقول هذه أمطار الخير بينت على فساد المسؤولين، فأغلبية كيقولوا كاين فساد ديال المسؤولين، واغلبيه كيقولوا من المسؤول، خصوصا ان الدار البيضاء عاصمه اقتصاديه، ما كاش عينا نشوفوا داك المناظر، وما كاش عينا نشوفوا داك الاحداث اللي عاشها الدار البيضاء وداك الخسائر الكبيره. فكاين اللي كيحمل مسؤوليه لدك، وكاين اللي كيحمل مسؤوليه للمجلس ديال ولاية الدار البيضاء. متابع قناة شوف تي في، فالحمد لله اقليم تازة ما عرفش الخسائر اللي عرفت الدار البيضاء، اي مدينة بالمملكة المغربية ما عرفتش الخسائر الكبيرة اللي قص الدار البيضاء. وفي نظركم من المسؤول على المهزلة الطرقية، ومن المسؤول على البنية التحتية الهشة والغير مستعدة لاستقبال امطار الخير؟ متابع قناة شوف تي في. لكن كاين واحد الملاحظة، حتى على القادوس ما بانش فهاد الأمطار الطوفانية، يمكن ما خلصوش في الأمطار السنة الفارطة، فأقولها سلام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا متابعي قناة شوف تي في في هذه الجولة المسائية. متابعي القناة مباشرة من اقليم تازة، ومن المسؤول الامطار الطوفانية الفيضانات اللي عرفتها الدار البيضاء في 48 ساعة؟ 48 ساعة كانت كافية لفتح المستور بالدار البيضاء، و 48 ساعة كانت كافية باش تعطينا البنية التحتية الهشة ديال الدار البيضاء وما يقع خلف الكواليس. متابعي قناة شوف تي في، شنو الرأي ديالكم في داكشي اللي شفنا في الدار البيضاء في 48 ساعة؟ فألف تحية لكم، ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة الشوف تي في. من ولينا كنشوفوا دي بوستر او صور الدار البيضاء حتى الصغيط، والدار البيضاء تقول روح. فنتمنوا امنين من الله، وما ظنيتش انا كرأي شخصي ان الدار البيضاء تعيش هذه الكارثة هذا العام بحجم أقولها المشاريع الكبيرة اللي عرفت العاصمة الاقتصادية، وبحجم استعداد الاستحقاقات مقبلة أننا نشوفوا بنية هشة، بنية
مهترئة، بنية لا تصلح باش تكون بقيمة الدار البيضاء متبعي قناة شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، وألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، وجولة مسائية أمر وإقليم تازة. أقولها المجال الحضري لإقليم تازة كان مساعد لاستقبال هذه الأمطار، رغم أن إقليم تازة كانت هي الأولى من حيث تساقطات في السلم ديال أحوال الطقس بالمملكة المغربية، لكن كانت مساعدة وجدت قبل، والحمد لله الحمد لله والحمد لله. فألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر القناة، قناة شوف تي في، وتحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، ومن المسؤول. وبغيت نعرف انا المسؤولين بالدار البيضاء واش مرتاحين، المسؤولين بالدار البيضاء واش عاجبهم الحال، والمسؤولين بالدار البيضاء شنو كيدور في الخاطر ديالهم وفي الاجتماعات ديالهم في 48 ساعة على البنية المغشوشة تحتية ديال الدار البيضاء. متتبع قناة شوف تي في، شكرا سير. فألف تحية لكم، وانا كنشوفوا رجال الأمن كيستعدوا باش يخويو المدينة. حضر التجوال متبع القناة، مباشرة من إقليم تازة أنتم الآن معنا في هذه الجولة. تحية مبني من الفضيحة أخي المفسدين، أجل يا أخي عزيز، بلاد العز، ولكن مع الأسف كاين كروش حرام يقولوا، تقول نجمة، يعني جميع المغاربة ما عجبهمش التصرف اللي داروا المسؤولين في حق البنية التحتية ديال الدار البيضاء، أكبر مدينة بالمملكة المغربية اقتصاديا رياضيا، وحتى المهزلة ديال الدونور أو مركب كرة القدم اللي احتضن مباراة الرجاء الرياضي البيضاوي، وكانت السبب الرئيسي في إقصاء الرجاء الرياضي البيضاوي. الرجاء الرياضي البيضاوي فريق يتحكم في أجواء مباراة في الملعب ديالو، لكن الحمد لله ما غرق الناس العاب، والحمد لله جميع اللعاب رجعوا لديورهم، حتى واحد ما غرق في سفينة الموت ذاك اليوم أو مباراة الموت ذاك اليوم. الحمد لله الحمد لله، حتى لعاب الرجاء ما غرق، ولله الحمد كلشي رجع لدارو. فأمر غريب متابعي قناة شوف تي في، أمر غريب أمر غريب. فنتمنوا الخير متابعي القناة، ونتمنوا العافية والسلامة للجميع، وألف تحية لكم من هذا المنبر، منبر قناتكم قناة شوف تي في. فما من المسؤول على الوضعية الكارثية ياريت ديال الإمارات إن شاء الله، فنتمنوا الخير من عند الله، نجمة حتى في المملكة المغربية يكون الخير إن شاء الله. لكن الدار البيضاء وهاد 48 ساعة حشمنا نهضروا، حنا كمدن الداخل والله لا حشمنا نهضروا، ملي كتشوف معلمة اقتصادية كبيرة كالدار البيضاء وكتعيش هاد الوضعية الكارثية ديال الطريق، فغريب غريب 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 والله لا غريب. فمرحبا بكم معنا اصدقاء شوف تي في في هذا المنبر وهذا الجوله المسائيه، والف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر قناه شوف تي في، تحيه لكم، ونتمنى لكم الخير والسلامه، ونتمنى ان شاء الله يا نجمة اللي كتب الله وهذا يا أختي، راح تحنا يا كمراسلين قناة شفنا ذاك الشيء اللي وقع في الدار البيضاء، لكن ما علينا إلا أننا مراسلين قناة الدار البيضاء يغطيوا الواقع كما هو، يعني بدون لغة خشب وبدون مقص
هو ساعات لله كما كيقول الجميع. فالدار البيضاء كانت كتقول شكون اللي غادي ينقذني، شكون اللي غادي يعتقني في هاد الامطار. تحياتي من فالنسيا، الجو بارد جدا. شكرا سعيد، فشكرا خاص لجميع متابعي قناه الشوف تي في داخل المغرب وخارج المغرب. اجواء عاديه بالمدينه ولله الحمد متابعي القناه. فنتمنى ان شاء الله الخير من عند الله، والسلامه والعافيه للجميع، وتحيه لكم من هذا المنبر. الله يطفي يا اختي، ونتمنى الخير ان شاء الله. فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناتكم قناه الشوف تي في. الف تحيه لكم من هذا المنبر، منبر قناه. ونتمنى الخير من عند الله. والله خويا هادشي لا كيعرض ساعه لله يا اختي، ساعه لله. نتمنى الخير ان شاء الله، ونتمنى العافيه والسلامه للجميع. فمتابعي قناة شوف تي في، كنشكركم على التواصل ديالكم معنا، كنشكركم على هاد الجولة ديالكم معنا. استودعكم الله، ونتلاقاو بعد قليل في بث مباشر اخر.